السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. رح نكمل اليوم مع تشابتر اللينكد ليست. إذا في عندكم أي استفسارات أو أي أسئلة عن المحاضرات السابقة، فبتمنى أنكم أول بأول لحتى ما تصير عنا أي مشاكل لاحقا. أي سؤال على المادة لغاية الآن؟ على أي سؤال على تشابتر اللينكد ليست، سواء سنجلي أو الدبلي لينكد ليست اللي إحنا عم نشرحه الآن؟ طيب، إذا خلينا نروح مباشرة على تشابتر اللي هو أو الجزء الأخير من تشابتر لينكد ليست اللي هو دبلي لينكد ليست بالنسبة لإلنا. أوكي، ورح ناخذ التشابتر السابع. آخر مرة شرحنا المعلومات التالية، فحكينا عن موضوع اللي هو دبلي لينكد ليست، وحكينا انه سميناه دبلي لانه انا في عندي بدل 1 بوينتر 2 بوينتر، واحد عم بيأشر على البريفياس والثاني عم بيأشر على النكست نود الموجوده عندنا. بدك نكون كثير حذرين في عمليات اللي رح نستخدمها اليوم، اللي هي حكينا رح نستخدم عمليه الانسرت والديليت. فالانسرت لازم احدد وين النود انا بدي اضيفها، فبدي يكون في عندي البريدسيسور هو النود السابقه والسكسسور اللي هو النود اللاحقه او التالي او النكست بالنسبه لنا. فالبريدسيسور هو البريفياس، السكسسور هو النكست لنود معينه انا بدي اضيفها. الديليت نود لازم نعرف النود انا من وين بدي احذفها لحتى نعيد ترتيب وخلينا نحكي ربط النودز البقيه مع بعضهم البعض. طبعا في عندنا مجموعه حالات في كل ميثود من هذول التو ميثودز، فبدنا ناخذ هي الحالات بعين الاعتبار ولحتى ما يصير عندي اي مشكله. للتأكيد حكينا الكلاس نود اللي هي الجزئيه اللي احنا لازم نضيفها اللي هي هون، فهذا الكلاس راح لازم يكون نستد داخل الكلاس اللي هو عندي الدبلي لينكد كيو او دبلي لينكد ليست سوري اللي بدنا نتعامل معه. الداتا ممبرز الاساسي راح يكون الاليمنت البريفياس والنكست كنود عاديين موجودين عندي. الان في الدبلي لينكد ليست حكينا بدنا نعمل اضافات الهيدر والتريلر. حكينا الهيدر والتريلر هو عبارة عن بوينتر فقط لا غير، ما في عندي داخل هي النود أي element. الهيدر هو فقط فيه النكست فاليو لحتى يأشر على التريلر، من خلال header.next بتساوي التريلر، والتريلر لازم يأشر عندي على النود السابقة اللي هي الهيدر من خلال self.header اللي هي trailer.previous. شو بالنسبة لبقية الأجزاء بأي نود موجودة عندي؟ فالهيدر البريفياس والاليمنت راح يكونوا نون، بالنسبه للتريلر راح يضلوا عندي الاليمنت ونكست برضه هم القيمه نون. فاذا لحتى اميز انه هذول فقط عباره عن جارديان او حراس لهي الدبلي لينكد ليست، هم عم بيمسكوا بدايتها ونهايتها وما في عندهم اي انفورميشن فعليه. طيب حكينا برضو عن اللينكث ميثود اللي هي عدد القيم من خلال السايز، ممكن نجلبها الاز امتي من خلال السيلف دوت اندرسكور سايز بتساوي زيرو. الان هدول الميثودز الكومبلكستي لهم هم البيج او للواحد. طيب اذا انا بدي اضيف نود، الان في عندي مجموعه من الحالات حكينا، خليني اروح اشرح اجزاء الكود الموجوده قبل ما نروح ننفذ الكود اللي هي موجود عندي الان. اذا بالانسرت بتوين انا بدي الاي البريدسسر والسكسسر، اذا انا محدد سابقا مين السابق ومين اللاحق لهي النود. اذا انا بعرف مين هم النود اللي قبل والنود اللي بعد، وانا محدد مين هم من خلال بوينتر بسميهم البريدسسر والسكسسر. فالبريدسيسور زي ما احنا شايفين في هذا الاكزامبل عم بيأشر على البي كابيتال، بينما السكسسور عم بيأشر على السي كابيتال. الان اذا انا حددت البدايه والنهايه. النود الجديده انا بدي اعملها كرييشن باول خطوه، بعد هيك بدي احطها بالنص بين البي والسي. فالان على فرض انه القيمه اللي بدنا نضيفها هي التي كابيتال، فكيف رح يتم الشغل؟ اول خطوه مره ثانيه بنعمل كرييشن لنيو نود. النيو نود هاي راح يكون الاليمنت القيمه اللي انا بدي اخزنها،
بدي اخذ البريدسسر لا البريفياس والسكسسر لا النكست. اذا انا بعثت له اياهم لمين؟ للكونستراكتور الخاص بالكلاس نود. فانا الان عندي البريفياس هو البريدسسر، النكست هو السكسسر لحتى يربط النود مباشره مع السابق واللاحق لها. طيب اذا انا جبت النود وربطتها مع الجزء السابق واللاحق لها، خلينا بس نضيف كيف شكل النود، او خلينا هي استيبل اكثر بهذا الشكل لانه في عندي ثلاث اجزاء مختلفين. فخلينا نفترض هاي هي النيو نود اللي انا بدي اضيفها، الاسم لها هي التي كابيتال، فهي التي كابيتال بدي اضيفها بين البي والسي. لما انا اعمل كريشن للنيو نود معناته انا النيو نود بدها تاشر على هاي النود اللي اسمها تي، فلازم يكون في عندي تكست هون، هاي هون لنيو او لنيوست مسمين اياها في الاكزامبل، انه النيوست هاي عم بتاشر عندي على النود اللي احنا عملنا لها كرييشن، فلازم يكون في عندي مؤشر على النود مباشره اللي انا عم بحكي عنها. اذا لنيوست عم بتاشر عندي على النيو نود دخلنا فيها التي، هل كملنا شغل الكرييشن او اول جمله في الكودينج؟ الاجابه هي لا، احنا عطينا الاليمنت عملنا كرييشن للنود. الان شو بالنسبه للبريفياس والسكسسر؟ اذا النيو نود هاي البريفياس لها راح يكون البريدسسر، فراح نربطها مع النود السابقه لها، فراح تاشر عندي على البي كابيتال الموجوده الان هون. اذا هاي النود بدها تاشر على القيمه اللي هي موجودة عندي اللي هي البي كابيتال، فهي لمين؟ للبريفيوس. طيب شوفي عندي كمان عندي في الكرييشن انه النكست بده يكون عند سي كابيتال، فالنكست هي مع اللي هو السكسسور اللي هو السي كابيتال. هذول وين موجودين؟ هذول الجمله الوحيده اللي هي نيوست خليها تساوي سيلف نود القيمه اي بريدسسور سكسسور، فهذا التنفيذ لها. عملنا كرييشن للنيوست فيها القيمة تي، البريفيوس عم بأشر عندي على البي كابيتال من خلال هذا اللينك، والنكست عم بأشر على السي كابيتال من خلال هذا اللينك. هل انتهى التنفيذ عند هاي النقطة؟ الإجابة هي لا، أنا ربطت التي بطريقة سليمة لكن أنا ما ربطت البي كابيتال مع التي ولا السي كابيتال مع التي. إذا الآن أنا البي النكست لإله هو راح يصير عندي اللي هي النيو نود، فإذا البريديسسور اللي هو البي كابيتال دوت نكست راح يساوي عندي النيو نود، فراح يصير عندي هذا الخط باتجاهين، انه انا عم باشر عليها وعم باشر على الجزئيه الموجوده عندي اللي هي النود اللي فيها حرف التي كابيتال. بمعنى انه انا بدي اعمل ازاله لللينك الموجود عندي هون، فهذا الجزء راح نعمل له ازاله، بس خلينا نشوف كيف بدي اعمل له ازاله من خلال هاي الطريقه. أنا بدي أحتفظ مع مين؟ إنه سي، أنا بدي ألغي هي الأجزاء اللي هي عم تربطني بين البي والسي. كيف أنا راح أعملها؟ راح أحكي بي دوت نكست خليها تساوي تي. الجملة اللي بعدها اللي هي السي دوت نكست أو السكسسور دوت بريفياس خليها تساوي النيوست، فبرضه راح ألغي هذا اللينك بشكل كامل. فإذا أنا عم بحاول إني ألغي اللينك ما بين البي والسي واخلي البي مربوطه النكست مع التي كابيتال او النيوست نود، والسي دوت بريفياس خليها تاشر لي على نيوست اللي هي الموجود برضه فيها التي كابيتال من خلال مسميات بريدسسر والسكسسر. فبريدسسر دوت نكست خليها تساوي التي، السكسسر دوت بريفياس خليها تساوي برضه النيوست اللي فيها التي. الخطوه الاخيره انه اعمل السايز زائد واحد. طب ليش انا بدي ارجع للنيوست؟ هون ما في داعي لها هاي الجملة، ممكن احنا نكتبها او ممكن انه لا، بس هم القيمة اي قيمة بده يضيفها لحتى يثبت لي انه تم اضافتها بطريقة سليمة عم بأكد علي انه هاي هي القيمة اللي تم اضافتها، فبرجع لي بوينتر عليها اللي هو عبارة عن النيوست. الان اذا انا عم بربط بالاتجاه هذا وعم بربط بالاتجاه برضه هون لحتى تكون الامور كلها سليمة وتصير ربط كامل ما بينهم. أي سؤال لغاية الآن؟ أي سؤال على هاي الجمل اللي أنا عم بقرأ فيهم أو عم بحكي لكم عنهم؟
الكومبلكسيتي، في عندي جمل اسايمنت مباشرين زي ما احنا شايفين، فالكومبلكسيتي هي بيج اون الواحد. نروح على هذا الاكزامبل، الهيدر في عندي الاي كابيتال، بي كابيتال، سي كابيتال، دي كابيتال، والتريلر. الان بدنا نضيف التي بين البي والسي، واحنا حددنا انه البريديسيسور هو البي والسكسيسور هو السي. طبعا هي العمليه تمت من خلال انذر ميثود، ممكن انه احنا نشرحها خلال اليوم او خلال هاي المحاضره. لما اعمل كريشن للنيو نود معناته انا عملت كريشن للتي هاي وربطتها السابق مع البريديسور واللاحق مع السكسيسور او النكست مع السكسيسور. الجمله اللي بعديها عم تحكي لي خلي البريديسور دوت نكست خليها تساوي النيوست، فعم بيعمل لي كريشن لهذا اللينك. بعد هيك عم بحكي لي السكسيسور دوت بريفياس برضه خليه يساوي النيوست. اخر جمله انه انا بدي ازيد عدد القيم بمقدار واحد. الان اي سؤال على هي الجمل وتنفيذهم؟ طيب هي الجمل مباشريا بحالة أنا بعرف مين هو البريديسسر ومين هو السكسسر عندي، بمعنى أنه أنا حددت تو نودز من البداية وبعثتهم لامين للإنسرت بتوين ميثود الموجودة عندي. فإذا كانوا السكسسر والبريديسسر مش معرفين ما عندي انفورميشن عنهم، معناته انا ما في بامكاني ابدا اني اشتغل هي الميثود، لازم واجباري احدد مين اللي قبل مين اللي بعد لحتى تتنفذ هي الميثود بالطريقه اللي احنا شايفينها. طيب انا كيف بدي انفذها؟ طلعوا على الكود الانسرت الموجود عندي هون. انسرت لاليمنت معين، اذا انا بدي اضيف قيمه، طبعا هناك كنا نعمل انسرت في موقع معين وانا عم بحدد له وين هو هذا الموقع من خلال البريديسسور والسكسسور الموجودين عندي. طيب اذا انا بدي اعمل انسرت فقط للاليمنت، ففقط انا بدي اعرف للنيو نود اي نم نم، بمعنى انه البريفيوس والنكست لساتهم نم. شو الهدف من هاي الجمله؟ انه انا اعمل تشيك على اللي بعدها الحاله الموجوده عندي. فاذا كانت عندي فاضيه هي اللي هي الدبلي لينكد ليست، فمعناته الهيدر والتريلر راح ياشروا على النيو. هل هي الجمله كامله؟ الاجابه هي لا. هي الجمله بدها تعديل، شو التعديل اللي بدنا نعمله عليها لحتى تصير صحيحه as coding الان؟ لحتى تصير صحيحه as coding فلازم احكي له انه الهيدر دوت نكست هو اللي بيساوي عندي هي النيوست او النيو نود اللي انا بنيتها، وتريلر دوت بريفيوس لانه انا هون مره ثانيه عباره عن ايش؟ عباره عن نودز انا عم بشتغل عليهم راح يساوي النيو. هل انتهى الشغل عند هي النقطه؟ الاجابه هي لا. برضو انا بدي اربط النود الموجوده عندي فبدي اعدل على مين؟ على النكست والبريفيوس لإلها. فاذا هون الكود برضو لسه مش كامل فلازم احكي له نيو دوت نكست، مين النكست لإلها؟ هو عبارة عن التريلر و لنيو دوت بريفيوس رح يكون عندي اللي هو الهيدر الموجود الآن. بهي الطريقة أنا تقريبا ربطت كل الميثودز بطريقة سليمة. بضل عندي إنه بدي أزيد السايز بمقدار واحد لحتى يكمل الشغل الآن. إذا أنا لازم أربط النودز اللي قبل مع النودز اللي بعد واربطهم مع الهيدر الاساسيه. طيب الان هذا الشغل كيف انا ممكن امثله؟ بس خلينا نشيل هذا الجزئيه سوري اللي هي هاي اللي فيها كلمه كليك لحالها. اوكي حتى ما تضلها مأثره عندي على الشكل النهائي. الان كيف بيكون عندي هذا الشكل؟ إذا متذكرين حكينا في البداية بيكون في عندي هذا الشكل الموجود وأنا بدي أربط معه. فإذا النيو نود اللي أنا بدي أجيبها وبدي أشتغل معها، إذا أنا لازم أجيب أول شيء هذا الشكل. هذا الشكل معناته أنا في عندي empty هاي مين اللي هي doubly linked list. بدي أعمل creation لنيو نود. فcreation لنيو نود خلينا ناخذ هذا الشكل ونفترضها أي قيم إحنا بدنا إياها. اوكي اوكي كنترول زد مش عم بنسخ لي النود اللي انا بدي اياها او التيبل هاد شوي عم بغلب بهي الامور.
الآن نجي بنحطه هون مرة ثانية، هاي هي النيو نود اللي أنا بحكي عنهم. الآن بدي أعدل على شكل اللينكس الموجودين، هدول اللي هم هدول اللينكس الموجودين عندي. فأنا هذا اللينك ما رح يضل يأشر هون، رح يأشر عندي على مين؟ رح يأشر عندي على التي. هذا أول لينك رح يأشر عندي ما بين الهيد والهيدر والتي اللي أنا بنيتها أو النيو نود. فلازم يكون في عندي بوينتر من هون لهون، وفي عندي بوينتر من هون لهون برضه. طيب هل هيك أنا انتهينا أو انتهى الشغل الموجود عندي؟ الإجابة هي لا. هون أنا ربطت النود، ربطت الهيدر مع التي والتي مع التريلر، بضل بدي عندي كمان أسهم بالاتجاه المعاكس. فأنا برضو بدي أربط بهي الطريقة، وبالنسبة للشكل الآخر برضو بدي أربط بالاتجاه المعاكس. فإذا أنا بدي أربط بالاتجاهين، بس خلينا نشيل كلمة هيدر على جنب لحتى تبين معانا الأمور، ونشيل كلمة الهيدر تحت أو التريلر تحت. فالآن التي أو النيو نود اللي أنا بنيتها، أنا عطيتها الإليمنت أول مرة، بعد هيك بحكي له إذا فاضي، هو كان فاضي الشكل الأولي، هيدر دوت نكست خليها تساوي النيو نود. فالهيدر دوت نكست اللي هو هذا اللينك خليه تساوي النيو نود الموجودة عندي، تريلر دوت بريفيوس، تريلر دوت بريفيوس خليه يساوي عندي برضه النيو نود اللي هو هذا السهم. بعد هيك نيو دوت نكست هاي النيو نود دوت نكست اللي هو هاي السهم الموجود عندي الآن بدي أربطه مع التريلر، والنيو نود دوت بريفيوس بدي أخليه يأشر لي على الهيدر. آخر خطوة السايز زائد واحد. فهذا إذا بدنا نكتب الكود بحرفية بدون أي أخطاء. طبعاً بدكم تنتبهوا للإندنتيشن، إذا أنا بحاجة لكولوم بدكم تضيفوا اللي خلينا نحكي السيمبلز الأساسيين اللي مش موجودين عندي الآن. إذا أول كيس إذا كانت فاضية هاي الدبلي لينكد ليست الموجودة. طيب الحالة الثانية إذا أنا كان عندي السايز واحد، بمعنى إنه أنا عندي نود واحدة، فالآن بدي أحدد وين أنا بدي أضيف القيمة الجديدة. إذا أنا هون إذا كانت عندي السايز واحد، بمعنى إنه عندي كان نود واحدة، يعني أنا بعد ما ضفت التي الآن حكيت لك ضف لي كمان نود، فأنا عندي هون تي اللي هي النود الوحيدة، فبدي أضيف نود جديدة. الآن لحتى أقرر وين بدي أضيفها، قبل التي ولا بعد التي القيمة الجديدة، فبدي أخذ الكونديشن لحتى أحافظ على الترتيب. فإذا الهيدر دوت إليمنت أقل من الإليمنت الجديدة اللي أنا بعثت لك إياها، فإذا أنا بعثت لك الآن القيمة هون إكس، القيمة الجديدة هي إكس، كان عند التي طبعاً نعتبرهم كلياتهم كابيتال لتر مثل بعضهم البعض، الإكس هو أكبر من التي كإليمنت. فالآن الهيدر دوت نكست خليه يساوي عند النيو، فأنا بدي أخلي الهيدر دوت نكست يساوي عند النيو، فأنا بدي أرتبهم الآن تنازلياً، معنى أنه بدي أخلي القيمة الكبيرة في البداية، النيو دوت بريفيوس بدي أخليها تأشر على الهيدر، طبعاً التريلر يساوي النيو السايز بلس إيكوال 1. هل هذا الكودينج سليم؟ طبعاً بده تعديلات كثيرة هذا الكودينج. أول خطوة أنا ما لازم أدخل على الكودينج إذا أنا بدي أدخلهم ترتيب تصاعدي، بمعنى إذا كانت الهيدر دوت إليمنت قيمته أكبر من الإليمنت الآن بشتغل هذا الشغل إذا بدي أرتب تصاعدي. إذا أنا بدي أرتب تنازلياً برضه هون في عندي شغل لازم أقوم فيه. الآن ما بصير أحكي له هيدر دوت نكست مباشرة للنيو، لأنه إحنا هيك بنفقد عندي النود اللي أنا بانيها بالأصل. فإذا أنا بدي أعمل كريشن لكمان نود، خلينا بس ناخد كوبي عن هاي، جيت حكيت لك هذا الشكل اللي عندي. الآن أنا بدي أضيف كمان نود اللي هي بدي أسميها الفاليو إكس، الإكس كابيتال لتر، لحتى ما حدا يحكي لي إنه الكابيتال أصغر ولا السمول، أو السمول أو الكابيتال لتر والسمول لتر، ما بدي هاي التعقيدات، بهمني إنه أنا نفس القيمة كابيتال كابيتال. الآن برجع بحكي له إذا الهيدر دوت إليمنت أقل من الإي، هاي الهيدر دوت إليمنت التي كابيتال أقل من الإكس، كلام سليم. هل أنا بدي أحافظ على ترتيب تصاعدي ولا ترتيب تنازلي؟ الآن الجمل النكست هم اللي رح يحددوني، فرح أغير الآن عليهم لأنه في عندي شوية مشاكل في هذا الكودينج المبني.
الآن header dot element إذا كانت أكبر من الـ A، بمعنى إذا كانت T capital أكبر من الـ X، وأنا بدي أحط الـ X في الموقع المناسب لإلها، إذا الموقع المناسب لإلها راح يكون وين؟ بعد الـ T capital. طب كيف أنا بدي أضيفها بهي الحالة وأحافظ على الترتيب؟ بمعنى أنه أنا هاي النود بدي أضيفها بعد وليس قبل. طيب هل أنا أشتغل خطوة خطوة، ولا أنا بإمكاني أني أستدعي للجملة السابقة اللي كانت عندي؟ الآن ممكن أستدعي الجملة السابقة أو الميثود السابقة اللي هي insert between. فلحتى نسهل على حالنا الشغل نيجي بنحكي له insert between. الآن البتوين هون وين بدهم يكون؟ انتبه أنه أنا هون insert between. between مين ومين؟ أول شيء بدي أبعث له الإليمنت، هاي أول خطوة، أنا بدي أبعث له الإليمنت. طبعاً هون معناها أنا بدي أستغني عن هاي الجملة، هاي الجملة بدي أخليها فقط داخل اللي هي الـ is empty، وفقط إذا كانت عندي هاي doubly linked list فاضية. ليش؟ لأنه الـ insert between هي رح تعمل creation للنيو نود. فأول جملة أصلاً في الـ insert between إنه هي تعمل creation للنيو نود. طيب مين البريدسسر؟ مين السكسسر بالنسبة لإلنا؟ الآن بدنا نكون منتبهين على هاي النقطة، مين البريدسسر؟ مين السكسسر بالنسبة لإلنا؟ الآن بما أنه أنا عندي التي كابيتال أقل من الإكس، فهون أنا هون التي كابيتال هي أقل، فإذا كان الهيدر أقل، خلينا نرجع عن كونديشن مثل ما كان في حالة الأقل، معناته البريدسسر راح تكون التي كابيتال هاي. طب انا كيف بدي اجيب التي كابيتال هاي؟ هي عباره عن الهيد دوت نيكست. ننتبه انه هون احنا السايز واحد، فاذا انا الهيد دوت نيكست هي الهيد، هي الهيدر سوري دوت نيكست اللي هي التي كابيتال، فهون الهيدر دوت نيكست فبمثل عندي مين؟ التي كابيتال الموجوده. هاي بالنسبه لمين؟ للبريدسسر. طب مين السكسسر عندي؟ هو التريلر، لحتى انه احنا نبنيها بطريقه سليمه. طب هل هذا ممكن اطبقه في حاله الامبتي؟ برضه سليمه ممكن. طب كيف انا ممكن اضيفه في حاله الاز امبتي؟ انا برضه بعمل له انسيرت بتوين، بدل ما اكتب الجمل السابقه كلياتهم، هاي انسيرت بتوين السكسسر. اول شيء الاليمنت بدنا اياها، السكسسر راح يكون هو الهيدر لأنه ما في عندي نودز سابقين أبداً، والنهاية هي عند التريلر الموجود عندي. فالسابق واللاحق هم السكسسر سوري الهيدر رح يكون البريدسسر، والتريلر رح تكون السكسسر. إذا كانت القيمة الموجودة عندي أقل من الإليمنت اللي أنا بدي أضيفها الآن أو النود اللي أنا بدي أضيفها، فأنا ممكن أعمل insert between. بتوين اي نودز راح يكون القيمه اكس هاي ما بين النود اللي فيها التي كابيتال مع التريلر. كيف انا ممكن اوصل للنود اللي فيها التي كابيتال؟ هي هيدر دوت نيكست، فهي النود اللي ورا الهيدر مباشره. السكسسر راح يكون هو التريلر نفسه. طيب هون بحاله انه انا كانت القيم ترتيبهم هيك، else إذا أنا كانت القيمة أقل من الهيدر الموجود عندي، بمعنى أنا بدي أضيف مثلاً السي كابيتال، فالسي كابيتال رح تكون قبل التي كابيتال. شو ممكن نعمل؟ ممكن نستدعي الانسيرت بتوين ميثود. هون ممكن نستدعي الانسيرت بتوين ميثود، لكن الآن بدي أغير مين البداية ومين النهاية. فأول جزئية بمعنى أنه أنا بدي أضيف قبل التي كابيتال، فلا رح أبعث له اللي هو البريدسسر اللي هو الهيدر، وهون راح ابعث له الهيدر دوت نيكست دوت نيكست. طيب هاي شو عم تعمل لي؟ وين عم بتضيف لي النود الجديده؟ هون راح تضيف لي بين الهيدر والتي كابيتال، فراح يكون الهيدر هو السابق والهيدر دوت نيكست هي النود اللي بعدها. طيب اذا ما كان في عندي أنا ترتيب معين، أو سوري ما كان عندي نود واحدة أو ما كان فاضي أبدا، وإنما كان عندي مجموعة من النودز وأنا بدي أدخل بيناتهم، فهون إحنا ممكن نستدعي ميثود جديدة اللي هي search for position.
السيرش فور بوزيشن الآن لازم تبعث لي بوينتر مين اللي قبله مين اللي بعده، فلحتى أعرف أنا مين اللي قبله مين اللي بعده. طب إذا أنا ما كنت بدي أستخدم سيرش ميثود، أنا بدي أتعامل مع جملة وايل ستيتمنت. فالآن أنا هون بدي أبحث داخل الميثود نفسها، فوايل ما دام عندي الهيدر دوت إليمنت، طبعا قبل ما ابلشها هون بهيدر خلينا نثبت الهيدر مكانه وناخذ temporary variable. فهي temporary خليه يساوي عندي الهيدر الموجوده عندي هون. بعد هيك رح نحكي له while temporary هاي dot element الموجوده عندها ما دامها اقل من عندي اللي هي النيو نود اللي هي الايلي انا بدي اقراها، نفذ لي الكود التالي، مشي لي التمب كل مرة على العنصر البعدية. فتمب خليه يساوي تمب دوت نكست. بمعنى انه انا في عندي لينكد ليست كثير طويلة. الآن ما دام انا العناصر لساتهم اقل من النود اللي انا موجودة عندي، فمعناته مشي لي التمبوراري على النود اللي بعدها. طيب، هل هون انتهينا؟ الإجابة هي لا. بس أنا أوصل للمكان المناسب لهي النود الجديدة، بمعنى أنه أنا وصلت للموقع اللي أنا بدي أضيف عليه القيمة اللي أنا بدي إياها. فالآن شو بدنا نعمل خطوات؟ بدي أحكي له أنه أنا استدعي لي insert between. الآن بدي أحكي له insert between method. بدي أحكي له أوكي insert between، بدي احكي له ابعث لي شو هي الاليمنت اللي عندك. طب مين هو البريديسسور او العنصر السابق؟ التمبرري رح تضلها تمشي لحد ما اوصل لعنصر اكبر من الاليمنت. فاذا اذا كانت انا عندي هون، خلينا نفترض انه هاي القيمه مش تي كابيتال، هي قيمه بتنفع تنوجد بين القيم الموجودين عندي هون. للاسف يعني هون ترتيبهم خاطئ، خلينا ناخذ قيمه من عندنا. إذا كان أنا في عندي لينكد ليست، خلينا نرسم إحنا موجودة عندي هون قيم خاصة فينا، ونعمل الهيدر والتريلر عم بيأشروا عليهم. هاي نود، هاي الإكس، على سبيل المثال خلي في عندي تو نودز اللي هم التي والإكس، وفي عندي التريلر اللي هي موجودة عندي الآن هون. فأنا بس بدي أغير مواقعهم لحتى تسهل علينا عملية الربط اللي إحنا نقوم فيها. وهاي خليها هون بهي الطريقة. هاي هي اللينكد ليست الموجودة، فبدنا أكيد ندخل اللي هي الربط النهائي برضو بين هدول التو نودز اللي موجودين عندي الآن. فبرضو بدنا هون الروابط ما بينهم. الآن هاي هي اللينكد ليست اللي أنا بدي أضيف فيها، فبين التي والإكس أنا بدي أضيف عنصر جديد. العنصر الجديد هذا معناته أنا بدي أعرف temporary. أول مرة رح يساوي الهيدر، فرح يأشر على T capital. الآن هل العنصر اللي أنا dot next أو temporary dot element أقل من القيمة اللي أنا بدي أدخلها؟ نفترض أن القيمة اللي أنا بدي أدخلها خليها هون بس تكون Z حتى نقدر نعدل بالطريقة اللي إحنا بدنا إياها. فهي هون خليها Z capital، ونفترض انه انا القيمه اللي بدي ادخلها الان هي الاكس. راح يجي يحكي لي مجموعه من الخطوات، هل هي امبتي هي الدبل لينكد ليست؟ الاجابه لا. هل السايز عندي واحد؟ برضه الاجابه لا. اذا وين بدي اروح على الالس ستيتمنت؟ عم بحكي لي عرف لي التمبرري، خليه ياشر لي على الهيدر. فاذا الان بدي اضيف عندي التمبرري لحتى يشتغل بطريقه سليمه. هاي التمبرري، التمبوراري هاد رح يأشر على نفس المطرح اللي أنا عم بأشر عليه مين؟ الهيدر. فإذا برضو أنا لازم يكون عندي مين؟ يا عندي بوينتر عم بأشر على هاي النود، فالتمبوراري برضو عم بأشر لي على هاي النود الموجودة الآن. أوكي؟ فهون لحتى بس تكون الأمور واضحة. الآن التمبوراري عم بتأشر على هاي النود، أنا عم بحكي له هل التمبوراري دوت إليمنت أقل من الإي اللي أنا عم بدخلها؟ فهون الإي هي الإكس كابيتال لتر. نعم هي أقل، مش التمبوراري على العنصر اللي بعده.
فالتيمبورال راح تغير موقعها من هون، راح تصير تأشر لي على الزد كابيتال الموجود. الآن باجي بحكي له temporary dot element اللي هي الزد كابيتال، هل هي أقل من الإكس كابيتال؟ الإجابة هي لا، فمعناته ما راح يدخل على الوايل لوب مرة ثانية. طيب شو بالنسبة للإنسرت بتوين؟ الآن بدي أحكي له مين هو العنصر أو النود السابقة للنود اللي أنا بدي أضيفها. فالآن ممكن أستخدم التمبراري من خلال temporary dot previous. فإذا التمبراري دوت previous هي النود السابقة. مين هي التمبراري دوت previous؟ اللي هي T capital. الآن والتمبراري هي عبارة عن السكسسور الموجود عندي، وبنستدعي الانسيرت بتوين ميثود. الآن جملة الوايل لوب هي اللي ممكن تعطيني الاختلاف بالكومبلكسيتي بالنسبة لهي الميثود. إذا هون احنا عم نعمل انسيرت بشكل عام، أنا ببعث لك الإليمنت، إذا كانت الدبل لينكد ليست فاضية معناها هون أنا بدي أعمل انسيرت بتوين الهيدر والتريلر فقط لا غير. إذا كان السايز عندي واحد معناته أنا بدي أشوف هل أنا بدي أضيف في البداية ولا بدي أضيف في النهاية. فإذا كانت القيمة الموجودة في الهيدر أقل من القيمة الخاصة بالإليمنت معناته أنا راح أضيف بعديها، بمعنى أنه بين الهيدر وبعد النود اللي بيأشر عليها الهيدر والتريلر. غير هيك معناته أنا بدي أعمل إضافة في البداية بين الهيدر وأول نود موجودة عندي أو النود السابقة. إذا كانت عندي الحالة الثالثة إنه أنا في عندي لينكد ليست طويلة، معناته أنا بدي أبحث عن المكان المناسب من خلال إني أمشي التمبوراري اللي هو عبارة عن بوينتر على النودز الموجودين وأشوف شو المكان المناسب. بس أوصل للمكان المناسب بستخدم الانسيرت بتوين لحتى إنه إحنا نستدعي الميثود المناسبة اللي راح تضيف لي العناصر في الموقع السليم بالنسبة لنا. الكومبلكسيتي لهي الميثود هي بيج أو للواحد، تاخذ طبعا الحالتين الاولى والثانيه اذا كانت فاضيه او عدد العناصر واحد فقط لا غير. لكن بأسوأ حاله راح تاخذ بيج او للامر، انه انا بدي اعمل سيرش على كل العناصر الموجودين ممكن كلهم يكونوا اقل من القيمه الجديده، فراح يمشي الوايل لوب من بدايه هاي الدبل لينكد ليست الى نهايتها لحتى يحكي لي انه انا بدي اضيف العنصر على النهايه وليس في المنتصف وليس في البدايه. أي سؤال لغاية الآن؟ إذا الكومبلكسيتي بأسوأ حالة هو بيج أو للأن، بأفضل حالة هو بيج أو للواحد إذا كان العنصر أصغر من كل العناصر الموجودين عندي سابقا. أي سؤال لغاية الآن؟ طيب شو رأيك يا أسيل باللي إحنا عم نشرحه؟ هل الأمور واضحة ولا لا؟ ما بعرف، عم تسمعيني أسيل؟ طبعا راح أصير آخذ حضور وغياب على هذا الحكي من الآن فصاعدا، راح أصير أسأل الطلاب، أي طالب ما عم بيجاوبني راح أعتبر أنه هو ما عم بيحضر معانا وراح أخصم له من علامة المشاركة. أسيل عم تسمعيني، هل في أي مشكلة في هذا الكودينج لازم نقوم بتعديله أو في حالة ما أخذناها بعين الاعتبار لغاية الآن؟ أوكي أسيل ما عم بتجاوب، نشوف طالب تاني. شو رأي عبد الرحمن سامر؟ عبد الرحمن سامر، ايوه هل في اي دكتوره سي أو في سي ارسلت لي تشات؟ ارسلت لي تشات. اوكي الاس فول ميثود، هل انا ممكن اوصل للفول ميثود بالنسبه للكيو او سوري للدبل لينكد ليست؟ خليني اوجه السؤال لك انت يا عبد الرحمن، هل ممكن اوصل انا بالنسبه لللينكد ليست بشكل عام والدبل لينكد ليست بشكل خاص لحالة إنه أنا فل ولا لا؟ لا مستحيل نوصل للإس فل، لأنه هون إحنا عم نبني اللينكد ليست دايناميكلي أثناء التنفيذ، فإحنا عم نحجز المواقع من الذاكرة الرئيسية بشكل مباشر عند الحاجة لإلها. ما في عندي أري عم تنحجز من البداية بطريقة معينة. طيب هاي بالنسبة لكود الإنسيرت لإليمنت معين. طيب هل هذا الكود عم بياخذ بعين الاعتبار انه انا ما في او سوري انه انا القيمه اللي انا بدي اضيفها اكبر من كل القيم الموجوده ولا لا؟ شو رايك يا خليل يوسف؟ خليل موجود دكتوره.
شو رأيك؟ هل الكود اللي احنا كتبناه عم ياخذ بعين الاعتبار انه القيمة اللي انا بدي ادخلها اكبر من كل القيم الموجودة عندي في الدبل لينكد ليست سابقا؟ لا دكتور. طيب هل انا لازم اضيف شيء معين معناها على الكود الموجود امامي؟ ممكن ايش؟ طيب خلينا ناخذ رأي طالب اخر. عم بيحكي زميلكم انه هون احنا ما اخذنا بعين الاعتبار موضوع انه في عندي قيمة ممكن تكون اكبر من كل القيم. شو رأيك يا فاطمة؟ فاطمة عبد الرحيم؟ اوكي فاطمة عم تسمعيني؟ نعم دكتورة. هل كلام زميلك صحيح انه هون هذا الكود ما عم بياخذ بعين الاعتبار انه القيمة اللي انا بدي ادخلها اكبر من كل القيم الموجودة؟ هل كلامه صحيح ولا خاطئ؟ تطلع على الكود كتير منيح. اذا انا بدي ادخل قيمة اكبر من كل القيم الموجودة عندي الان، فهل في عندي مشكلة في هذا الكودينج؟ زميلك خليل حكى لي انه ممكن يكون في مشكلة، وانا الان لازم اعدل على الكودينج بنقطة معينة. هل بتوافقي برأيه ولا انت ضد الرأي هذا؟ كيف فاطمة؟ اوكي بتقدر تحكي لي انه اوكي فهمان السؤال مش فهمانيته، عندك نقطة معينة حابة تحكيها ولا لا؟ صراحة دكتورة مش كتير فهميته. ما احنا من بداية المحاضرة بحكي لكم اذا في اي سؤال اسألوني. شو اللي مش فهمانينه يا فاطمة؟ شو النقطة اللي مش عم توصلك بالنسبة لهذا الكودك؟ هل فهمنا احنا الانسرت بتوين ميثود الموجود سابقا بالسلايد اللي قبل هيك؟ هل في مشكلة بالنسبة للانسرت بتوين؟ خلينا نشوف طلاب اخرين. اي الانسرت ميثود والانسرت بتوين. خلينا نشوف قيس، شو رايك يا قيس؟ معك دكتورة. شو رايك بهذا الكودينج؟ هل في عم بياخذ كل الحالات اللي انا مطلوبة مني ولا في بعض الحالات مش مأخوذة بعين الاعتبار؟ دكتورة هسه في باخر الكود تحت بعد إلس في الوايل لوب، هل تاخذ بعين الاعتبار انه القيمه اللي دخلناها اكبر من كل القيم؟ كلامك سليم. اذا الوايل لوب عندي هي راح تاخذ لي بعين الاعتبار اذا انا وصلت لنهايه هاي الكودينج ولا لا. طيب هل الكونديشن اللي موجود عندي في الوايل ستيتمنت كافي ولا لا؟ انتبهوا، هو شو عم بقارن لي؟ القيمة الموجودة عند التمبوراري مع الاليمنت فقط. شو رأيك يا عبد الله؟ عبد الله وائل، هل لازم أعدل على الكونديشن هون ولا هذا الكونديشن كفاية؟ طب افترض انه انا وصلت لعند التريلر، هل التريلر عنده اليمنت معينة؟ عبد الله شو رأيك؟ عبد الله مش عم بيسمعنا. خلينا نشوف ملاك. ملاك هل هذا الكونديشن كافي ولا لازم اعمل تعديل عليه الان؟ برضو الظاهر الطلاب مش معانا. ننتبه انه ابتداء حكيت انا راح اصير اخذ علامه المشاركه على هذا الموضوع. أي طالب مش عم بيشارك معي، مش عم بسمع لي وحاضر المحاضرة، راح يروح عليه جزء من علامة المشاركة. والطلاب اللي ما عم بيحضروا أصلاً الأسبوع القادم راح أنزل قائمة الحرمان. طيب خلينا نشوف طالب آخر، شو رأيك يا يقين؟ يقين عم تسمعيني؟ أوكي شوف طلاب آخرين. مروان عمر دكتورة تفضلي يا يقين، بس ترفعي صوتك شوي.
بس أنا صراحة ما عندي أي معلومة. ما عندك أي معلومة. الآن الكونديشن، أنا حكيت إنه أنا عم بقارن فقط مع الإليمنت. افترضي إنه أنا وصلت لعند التريلر، بمعنى إنه أنا وصلت لنهاية هاي اللينكد ليست، مش لازم أعمل ستوب بنقطة معينة ولا لا؟ هل بصير أضل ماشي إلى ما لا نهاية ما دام أنا عند القيمة أقل من القيمة الموجودة عند الإي؟ مش ممكن أوصل هون لا ران تايم إيرور وإكسبشن معين؟ شو رأيك يا ياسر؟ ياسر علاونا؟ ياسر؟ أوكي. طبعاً باقي الطلاب يبدو إنه المعظم مش عم بيحضر، بس هيك فاتحين المحاضرة ومش عم بيسمعونا. معتز خالد تفضل، مين اللي عم بيعمل ريس هاند؟ أوكي يا مروان. دكتورة. أوكي تفضل. ناديت على اسمي قبل شوي وأنا كنت قاعد بسجل بالمواد، يعني ما فضيتش قاعد. بس إحنا محاضر، موضوع إن أنا بسجل بالمواد هذا مش أوكي. دكتورة أنا عارف يعني دائما معك بالمحاضرة وبشارك وعين الله عليك. خلينا نشوف فواز. ما راح أخذ الأعذار هاي بعين الاعتبار. فواز. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك. هل الكونديشن اللي موجود عندي كافي ولا لا؟ بس كافي. كافي. طيب افترض إنه أنا العنصر بدي أضيفه أكبر من كل عناصر. خلينا افترض إنه هون القيم عندي A capital وعندي مثلا هون C capital. بدي أضيف عندي الآن اللي هي X، شو راح يصير؟ خليني أشيل Z. الآن إذا أنا بدي أضيف X، وين راح يضيف X؟ على النهاية. طيب temporary شو راح يضل يعمل؟ temporary.next. بفوت بinfinite loop. راح يفوت لوين؟ راح يروح لعند التريلر، والتريلر ما عنده element يقارن فيها، فراح تصير عندي في إيش؟ runtime error. فإذا الwhile condition هذا لازم نعدل عليه. إيش بدي أضيف condition الآن؟ and إيش temp الآن إيش not equal mod أو not equal إيش اللي هو التريلر. فإذا أنا وصلت لعند التريلر معناته أنا لازم أنهي وما بدي أسمح له إنه يعمل check على أي conditions آخرين. فما دام التمبوراري ما وصل لعند التريلر أوكي اعمل لي next، غير هيك معناته ما بصير إني أشتغل، ما بصير أكمل بهذا الكونديشن. إذا هاي النقص اللي كان موجود عنا بالنسبة لهذا الكودك. نروح على الميثود اللي اسمها delete node. فبعملية الحذف لازم نحدد مين النود اللي قبل النود اللي أنا بدي أحذفها ومين النود اللي بعدها. فإذا أنا لازم أمشي أول شيء pointers أو مجموعة من pointers لحتى يساعدوني أني أعرف مين اللي قبل، مين البعد، مين هي النود أصلاً اللي أنا بدي أحذفها. فالpredecessor بيمثل النود اللي قبل، النود هي نفسها اللي أنا بدي أحذفها، successor هو اللي بعدها. شو الهدف؟ أني أنا أمسك هدول pointers لحتى أعيد ربط هاي doubly linked list بطريقة سليمة. فأول خطوة بدي أحكي له إنه البريديسسور بيساوي node.previous. فالبريديسسور الموجود عندي الآن هون رح يكون إيش؟ عبارة عن النود اللي أنا بعثت لك إياها .previous لحتى يأشر على هذا الموقع. فإذا أنا أول شيء بدي أعرف موقع النود الموجودة عندي. بعد هيك بحكي لك إنه البريديسسور هي أكيد النود اللي قبلها. فمن خلال node.previous أنا ممكن أعرف البريديسسور اللي عندي. كيف بدي أعرف موقع السكسسور الآن؟ هي عبارة عن node.next، فهي من خلال الجملة اللي عندي هون. إذا أنا عرفت النود، عرفت اللي قبلها، عرفت اللي بعدها من خلال الجمل الموجودة عندي الآن. الآن بعد ما أنا أعرفهم أنا بدي أغير على الروابط الموجودة. فنطلع على الروابط اللي باللون الأحمر، هي الروابط الجديدة قبل ما نحذف النود بشكل فعلي. أنا بدي أحكي له predecessor.next، فهذا اللينك الموجود عندي الآن اللي باللون الأحمر من الأعلى. فpredecessor.next رح يساوي عندي مين؟ السكسسور. طيب
طيب شو بعد هيك بدي احكي له برضه السكسسور دوت بريفيوس اللي هو اللينك اللي من تحت باللون الاحمر يساوي عندي البريدسسور. هل انتهينا عند هاي النقطه؟ لا، انا بدي احكي له انه الاليمنت اقرا لي الفاليو اللي انا بدي احذفها، لانه حكينا دائما بعمليه الحذف بدنا نعمل استرجاع للقيمه اللي احنا بدنا نحذفها. بدي احكي له اقرا لي من النود الاليمنت او الفاليو الموجوده عندها اللي هي تي كابيتال السايز ناقص واحد. الان بدي احكي له انه انا بدي ابعد هي النود عن البقيه، بدي الغي وجودها. بدي احكي النود دوت بريفيوس خليه يساوي نون، ودوت نيكست برضه خليه يساوي نون. النود نفسها طبعا النود دوت بريفيوس هي النود نفسها، والنود دوت نيكست هي النود نفسها، والاليمنت نون. او باجي بحكي له النود خليها تساوي دوت بريفيوس يساوي نود دوت نيكست يساوي الاليمنت أو node.element كلياتهم يساووا النون فاليو. فإذا هون بدنا ننتبه إنه أنا بدي أمسك اللي قبل واللي بعد لحتى يتم الشغل بطريقة سليمة. أي سؤال لغاية الآن؟ طبعاً الكودينج الفعلي موجود عندي هون، فبعملية الديليت بدي أعرف مين هو البريدسسر، مين هو السكسسر لحتى أنا أشتغل عليهم. فهو دوت بريفيوس ودوت نيكست بالنسبه للنود الاصليه اللي انا وديت لك اياها. الان البريدسسور دوت نيكست بدي اخليه يساوي السكسسر، بدي اعيد هيكله النودز الموجودين، فبدي اخلي البي اشر على السي والسي اشر على البي من خلال الجمل الموجوده عندي. سيلف دوت سايز ناقص واحد، بدي اقرا القيمه اللي انا بدي احذفها، النود نفسها بدي اخليها كلياتها تساوي نون، كل الاجزاء اللي موجوده فيها. واخر شيء اعمل ريتيرن للاليمنت. طيب هل هي الميثود كافيه وهذا الكودينج كافي؟ خلينا ناخذ راي ادهم، شو رايك يا ادهم؟ هل هذا الكود كافي بعمليه الحذف؟ طب انا كيف بدي اعرف النود هي وين موقعها اللي انا بدي احذفها؟ ادهم؟ اوكي، نروح لعند شيماء. شيماء صبا، اوكي في هون ردود. تفضل يا ادهم، هل هذا الكود عندي كافي لحتى اعمل عمليه الحذف لنود معينه؟ شو رايك؟ تقدر تحكي لي انه كافي او غير كافي، واذا في مشكله بشيء بجزء معين. طبعا انا بستنى انه احنا نسمع الحكي، بس اذا ما في مجال غير كتابيا ما عندي مشكله. هل هذا الكود كافي لحتى اعمل عمليه ديليت لنود؟ اوكي، شو رايك يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ايه انا صح؟ سامر، انا سالت عبد الرحمن. اوكي سامر، عبد الرحمن سامر، يس نعم. هل هذا الكودينج كافي لحتى احذف نود معينه؟ بعد ما احذفها بدي ارجع، بدي ارجع النودز يعني. اي احنا عم نرجع الاليمنت تحت. المقصود هون بالسؤال انه هل هذا الكودينج انا ممكن استدعيه من المين بشكل مباشر؟ تمام، هل بصير ولا ما بصير؟ هل هو كافي في عمليه الاستدعاء ولا لازم يكون في عندي شيء اخر؟ دكتور لازم يتاكد من انها فاضيه او انه اصلا العنصر موجود. اذا لازم يكون في عندي ميثود تعمل سيرش على النود اللي انا بدي احذفها اصلا. فانا نود هو عباره عن بوينتر، انا من وين جبت هذا البوينتر؟ ما عندي اي معلومه. اذا انا لازم يكون في عندي انذر كود هو اللي عم بستدعي ديليت نود. أنا بدي يكون إيش الآن الكودينج اللي أنا بحكي عنه؟ هو عبارة عن ديليت لفاليو. فديليت لفاليو هو بدي يعمل تشيك إذا كانت الدبل لينكد ليست فاضية، بدي يعمل تشيك إذا القيمة اللي أنا بدي أحذفها موجودة، إذا مش موجودة بدي يحكي لي مش موجودة، وإذا موجودة بدي يرجع لي بوينتر وين الموقع تبعها، ومن خلال هذا البوينتر نقدر بعدها نستدعي ديليت نود معينة. إذا الميثود اللي اسمها delete node غير كافي لحاله، مثل قبل شوي إنه insert between.
طيب أنا من وين عرفت البريدسيسور والسكسيسور؟ أنا بحاجة لميثود أخرى اللي هي insert element. من خلالها إحنا اشتغلنا وعملنا استدعاء insert between مع data members المناسبين لألنا. نفس الشيء بالديليت نود، أنا لازم يكون في عندي coding delete value. الكودينج ديليت فاليو بس خليني أتأكد موجود عندنا في السلايدات ولا إحنا نضيفه. أوكي مش موجود، خلينا إحنا نضيفه. الآن إذا أنا بدي أعمل ديليت لفاليو، فأنا بدي أستدعي هذا الديليت نود كود. كيف بدي يكون هذا الشكل أو شكل هذا الميثود اللي أنا بحكي عنه الآن؟ أول خطوة بده يعمل لي إياها، سوري، أول خطوة بدي يعمل لي إياها بهذا الديليت، بدي يحكي لي إنه أنا بدي أحذف فاليو معين. فلازم يكون في عندي ديليت، أحكي له شو هي الفاليو اللي أنا بدي أحذفها. من خلال هي الميثود الآن بدي أرجع أول شغلة أتأكد إذا is empty. الآن مرة تانية إحنا بنكتب بسيدو كود وليس بايثون كود، فممكن يكون فيه أخطاء، فيه شغلات لازم تتعدل إذا بدك تبرمجها أنت داخل البرمجية. نشيل بس هدول الإز إمتي الآن. فإذا كانت عندي فاضية هاي الـ W linked list الموجودة عندي هون. أوكي أوكي، الآن بدنا نعمل عملية إيش؟ إذا إز إمتي نحكي له raise لإيرور، raise لإيرور empty اللي هي doubly linked list. هون فاضية، ما في إمكانية إنه إحنا نضيف نهائيا. فهاي بالنسبة لل empty doubly linked list لازم ناخدها بعين الاعتبار. فهون بالنسبة لأول نقطة وإحنا كيف بدنا نعالجها. طبعا أوكي عندي خلال بالنسبة للشكل هذا هون بحالة الامتي. طيب بدنا نعمل ريز للإيرور وانه انا امتي هاي الدبلي لينكد ليست وممنوع احذف منها. غير هيك بدي اسأل الان اف، بارجع اسأل الان اذا كانت في عندي قيمة واحدة، اذا السايز بساوي بساوي واحد، بهي الحالة شو بدي أعمل؟ بدي أخلي الهيدر دوت نيكست ساوي عندي التريلر، والتريلر دوت بريفيوس ساوي عندي الهيدر الموجودة، والسايز ناقص واحد. هاي الطريقة. الحالة الثانية إذا أنا كانوا عدد القيم فقط واحد، ما عندي عدد قيم كفاية لحتى نضل نحذف أو لحتى نعيد عملية الربط، فبنربط فقط اللي هي الهيدر مع التريلر وبننهي عند هاي النقطة. الخطوة الأخيرة إذا أنا كانوا لا، أنا في عندي مجموعة من القيم، فهون بدي أمشي while loop. while loop لحتى أوصل للفاليو اللي أنا بدي إياه. أنا ممكن أعرف الآن temporary، خليه يساوي عندي الهيدر أول شيء، بعد هيك أحكي له while temporary dot next طريقة هاي، أو temporary sorry not equal اللي هي التريلر، ما نوصل للتريلر. أحكي له كل مرة هون برضو أنا بدي أحكي if statement بالنسبة لنا هون. شو الـ if statement؟ شو الشغل؟ رح نكمل المحاضرة القادمة، فرح أنهي عند هاي النقطة اليوم. الكودينج المرة القادمة رح نكمل من عند هاي النقطة، ورح أستخدم معاكم من الآن فصاعداً الأسلوب اللي أنا عملته اليوم. فرح أسأل الطلاب الموجودين عندي في المحاضرة، والطلاب غير الموجودين علامة المشاركة رح تنزل لهم صفر. الطلاب اللي ما بيحضروا إذا أنا ما حرمتهم رح تنزل علامة المشاركة صفر، لأنه هم مش عم بيحكوا معايا ولا عم بيجاوبوني نهائيا. الطلاب اللي عم بيحضروا ما عم بيجاوبوا رح يكون برضه في نقص بعلامة المشاركة تبعتهم،
اللي عم بيحضروا عم بيجاوبوني وأمورهم تمام، أكيد رح ياخدوا علامة المشاركة بشكل كامل. لهون رح أنهي المحاضرة. نقصت إشي؟ نقصت إشي من إيش؟ في بعض زميل لألكم عم بحكي لي من خلال الشاتين إنه أنا نقصت لإشي. شو اللي نقصته؟ شو السؤال بالضبط؟ معلش مروان، من علامات المشاركة راح أبلش أخصم منهم معاكم من هون لنهاية الفصل. فأول مرة ما جاوبت راح أخذ لك عذر، المرة القادمة إذا سألتك وبرضو ما جاوبت راح أبطل أخذ أعذار بهي الحال. أي سؤال لغاية الآن؟ طيب راح أنهي المحاضرة لغاية هون ويعطيكم ألف عافية.